الثورة التكنولوجية والسوشيال ميديا، والذي أصبح العالم كله مفتوح ولا يمكن ضبطه أو السيطرة عليه. هل اختلفت الكلاسيكية في الأداء من قبل الدوائر المخابرات بشكل عام بالعالم كله، مش بس عندنا في الأردن؟ يعني اللي كان زمان ممكن تضبطه اليوم لا يستطيع أحد ضبطه. فهل تطبق نظرية الاحتواء بدلا من الاستغناء أو السيطرة؟ الحقيقة يعني بشكل عام أنا بحكي، لست ناطقا باسم المخابرات، لكن ما أريد أن أقوله بالفعل ما أشرت إليه دقيق جدا بخصوص التكنولوجيا والانفتاح. أنا قلت غير مرة اليوم من كل من يملك بالعالم هاتفا ذكيا موصولا بخدمة الإنترنت هو عمليا يملك محطة فضائية كمحطتك الفضائية هذه، ويملك إذاعة، وإذاعة ليست FM بل إذاعة عالمية. كل من يصل له يستطيع أن يصل، وهو يملك أيضا يملك صحيفة مقروءة، بمعنى يستطيع أن يكتب ما يشاء. لكن التعويل اليوم حقيقة على وعي الناس، وعي الأجيال الحديثة التي تستخدم التكنولوجيا. لا شك أن هناك كما قيل بالتنظيرات الأكاديمية هذه التكنولوجيا محايدة، مثل اليورانيوم. اليورانيوم تستخدم كيلو تضيء نيويورك المدينة الضخمة 15-20 مليون سكانها، وهذه الكيلو نفسها هي التي ألقيت على ناغازاكي وهيروشيما. اليوم هذه التكنولوجيا قد تستخدم من قبل بعض الفئات التي ترتبط بأجندة باتجاه ما كان يسمى بالتخريب الفكري وتخريب الأجيال. لكن اليوم تعدد مصادر المعلومات عبر الإنترنت الحقيقة يتيح، أصبح المواطن أو المواطن بالمطلق، لا أقصد الأردني، يستطيع أن يميز الغث من السمين، ويستطيع أن يميز الحقائق. بمعنى أنه تذكر في بداية الربيع العربي، وممكن أن يغبن أيضا المواطن، ممكن بلا أدنى شك، بس ببدايات الربيع العربي 2011 أذكر بعض المحطات الفضائية ولا أسميها كانت تنقل صور من عواصم ومدن عربية ليست حقيقية، ولكن للأسف سوء الإخراج فيها كان يكشفها. على سبيل المثال تأتي لصورة مظاهرة في دمشق وبعض الملابس المتظاهرين يمنيين، الصورة من صنعاء، بمعنى أنه يعني من السهولة بمكان على اليوم. يعني لا نستهين بذكاء المواطن وحجم وعيه، نحن نتحدث عن أجيال اليوم أصبحت على مستوى من الوعي وعلى مستوى من الذكاء في ظل هذا الانفتاح التكنولوجي.